السلام عليكم ومرحبا فيكم في الحلقة الثالثة من تختيم لعبة Five Nights at Freddy's، خمس ليالي في مطعم فريديز. في الحلقة اللي راحت نجونا من الليلة الثانية والثالثة، وهالحلقة إن شاء الله ناويين إن ننجو من الليلة الرابعة والخامسة ونخلص اللعبة. قربنا نوصل 1000 مشترك، فإذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو. يلا دون مقدمات زيادة، خلونا نكمل اللعبة. أوكي، رجعنا مرة ثانية واتصل الحبيب. شوف هذا اوريدي طالع. شيكا اوريدي هنا. اها. شو هالصوت هذا؟ كلهم اختفوا. شو هالصوت هذا؟ شيكا. وش كان هالصوت؟ دعلوبي. شيكا الحين هنا؟ الحين هنا شيكا. هذا في احد؟ في احد. اوكي، هذا كل شوي يطلع لي يخوفني. اوكي، ذكر الباب. شيكا شيكا. اي راح. طاقتنا وصلت 70 اوريدي يا حبيبي، يعني يمكن ننجو بالضبط مع نهايه مع انتهاء شو اسمه الكهرباء اللي عندنا والبطاريات. حد متوتر يعني، انتظر شيء يصير. لازم هالطريقه ما نقدر ان نشوف كل شو اسمه الكاميرات الموجوده. هذا بيخلي الكهرباء اللي عندنا يخلص بسرعه. فنكتفي ان نشيك على شو اسمه الليتات ونركز على الثعلب، لان الثعلب اذا ما كنت مركز علي بيجي. انا ثاني الساعه 3 عشان اشيك على الثعلب. خلينا نشيك ان شاء الله. هذا رجع طلع. مشكله مره طلع من الان. والله قلبي يدق. اوكي، جت الساعه 3. اوكي، وصلنا 50%، وصلنا نص المده. اوف يا حبيبي، سكر سكر. شيكا طلعت. اوكي، هذه الحين هنا. ها؟ ما اقدر اطفي وامسك الباب. اوكي، رجعنا مره ثانيه ويلا. بحاول اني ارجع لوقت ما كنا وصلنا في شو اسمه الكلب اللي راح. الثعلب طلع بس بداني اسكر الباب. هذا مو موجود الان. هاي مديك رجع. اوكي، رجع مكانه. نرجع نسكر الباب، ما استفدت شيء. شيكا واقفه ورا بس. طبعا شيكا لا تمزح اياها، اذا طلعت سكر الباب ولا تفتحها على طول، خليه فتره يعني مقفل. ذكره وخليه فترة. بس يعني زين الآن أنا أعرف وأفهم كيف إني شو اسمه ما أموت للثعلب. إذا شفته مو موجود أسكر الباب تعال أشيك على الكاميرا، إذا شيكت على الكاميرا فإني ميت. هذا البقرة جا هنا. هذه البقرة مو هنا. أتوقع إني أقدر يعني أقدر أفوز بإذن الله، بس يعني بتكون بالمرة بالملي. من قوة الجمب سكير الجيم انطفت او طلعت من الجيم. يا الله،
الرابعة مرة صعبة والله، شكل با شو اسمه بخليها في فيديو لحالها، لأن لحد الآن ما أنا قادر أفوز. المرة الثانية الثالثة الحين بلعب. هذا راح. يا الله صراحة الليلة الرابعة مرة صعبة، يعني حاولت اني اخلص الليلة الرابعة والخامسة في فيديو واحد بس ما قدرت صراحة. لحد الان مت 4 مرات في الليلة الرابعة. يبغوك توفر كهرب وما تموت، واذا وفرت كهرب ما تستخدم الكاميرات وتنتبه تموت، فصير صعبة. ان شاء الله برجع في فيديو جاي، الفيديو الجاي، وبخلص الليلة الرابعة. اتمنى الفيديو عجبكم، لو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، قربنا ان نوصل 1000 مشترك فلا تبخل علينا باشتراكك. ان شاء الله بنشوفكم في الحلقة الجاية، مع السلامة.